بقى رمضان الخروج فيه مختلف عن يوم عادي؟ احكي لي كده. بيبقى مختلف. ليه؟ لان بنخرج ونتفسح. في رمضان بيكون الخروجات احسن، لان بيكون بيقول لك رمضان لما العيله كلنا بنبقى موجودين، لكن ساعات لما يكون مثلا من غير رمضان ما يكونش في ناس كتيره موجوده، لكن في رمضان بيكون في ناس كتيره. رمضان ده بيبقى احسن شهر عندي عشان العيله كلها بتتلم وكلنا بنخرج مع بعض، نشتري مثلا لبس العيد وكلنا بنتلموا مثلا نروح نادي مع بعض ونتسحر، نعمل حاجات كثيره قوي في شهر رمضان بالذات. في رمضان حتى بنشجعهم بعد صيامهم طول النهار، عندي كي جي 2 اول سنه تصوم، دي ثاني سنه برضه. فلازم يبقى لهم مكافأة بالليل ان هم يجوا يتمتعوا بالوقت بتاعهم بتاع بالليل وكده، ان هم يقضوا وقت حلو في النادي. تسحر بركة وخير للصايم، الشمعة بتكبر. في رمضان بتبقى القعدة بالليل سهرة بتبقى جميلة وممتعة، يعني الناس كلها بتبقى موجودة كده. طيب هم بيقولوا لك ايه بقى عن الخروج في رمضان؟ يعني هم بيحسوا باختلاف؟ طبعا، لان هم بيسهروا في رمضان، في الايام العاديه ما بيسهروش يعني، فبتبقى بالنسبه لهم مختلفه. بعد شقى يوم بالنسبه لرمضان في الصيف بيبقى صعب في الصيام، وطبعا الاطفال بتبقى تعبانه، فبتحب يوم خروج كده بالليل، يخرجوا النادي يتفسحوا مع وجود شو كده وبارتي وحاجه زي كده. الاولاد بتبقى صايمه بقى، واخر اليوم عايزين يتفسحوا يخرجوا يلعبوا في الباركن كده، يعني بيبقى يوم حلو. في رمضان في فرصه خروج احسن، والنادي برضو بيعمل يعني بيعمل حفلات وبيعمل حاجات بيشجعنا ان احنا نيجي برضو نقضي اليوم في الليله رمضانيه حلوه معاهم. رمضان فرحه شجره وطرحه. اهم حاجه ان احنا بنبسط الاطفال، ده اهم حاجه عندنا، مش هتفرق بقى رمضان غير رمضان، احنا كلنا مع بعض طالما احنا بنسعد الاطفال خلاص. انت شايف تفاعل الاطفال في رمضان مختلف عن يوم عادي؟ طبعا، هو بيبقوا فرحانين لان هم بينزلوا بعد الفطار، فبيبقوا محبوسين طول اليوم صايمين وكده، فبينزلوا لنا بقى عشان نلعب معاهم. يهمنا كلنا في الاخر ان الطفل يكون مبتسم دايما، يعني ده بنحاول ان احنا نخلي الطفل المصري يكون مبتسم على قد ما نقدر. احنا دايما بيبقى عندنا كل فتره او كل يوم في الخيمه الرمضانيه بيبقى عندنا حاجه مختلفه، احنا النهارده بنقدم حاجه للاطفال ده كانترتينمنت ليهم او كترفيه ليهم. دايما الاطفال بيبقوا عايزين يحسوا ان هم جزء من المجتمع، والشهادة دي كمان بتبقى حاجه بتكون شخصيه كل طفل.